معك نور الدين. ولاية ميشيغان تبدو كما نتابع على رادار السباق الانتخابي بين هاريس وترامب. أريد أن أعرف منك خصوصية الولاية التصويتية وأبرز مؤشراتها قبل يوم واحد من انطلاق الاقتراع. خالص التحية لك داليا وللسادة المشاهدين. ولاية ميشيغان من الولايات المهمة للغاية في هذا السباق الانتخابي. ترجع أهمية هذه الولاية حيث أنها الآن متأرجحة، لكنها كانت منذ سنوات بعيدة ديمقراطية الهوى أو ولاية زرقاء، ومن الجدار الذي يعتبر جدار أزرق وجدار صد بالنسبة للحزب الديمقراطي. لكن داليا الوضع تغير. في العام 2016 فاز بها الرئيس السابق دونالد ترامب بعدد أصوات ضئيل للغاية، أكثر من 10,000 صوتا، لكن في العام أمام بالطبع هيلاري كلينتون. لكن في العام 2020 تغير الوضع تماما في صالح الرئيس الحالي جو بايدن، وفاز بهذه الولاية بفارق أصوات حوالي 150,000 صوت. لكن الأهم أيضا هو أصوات العرب والمسلمين الذين يشكلون حوالي 490,000 نسمة. هذا العدد الكبير الذي لمست بأم عيني، لمست فيه هذا الوعي السياسي. هناك وعي سياسي ليس فقط على المستوى الانتخابي الرئاسي، ولكن أيضا على مستوى الكونغرس ومستوى أيضا الانتخاب الذي كما هو في التعليم على سبيل المثال أو مجلس النواب. الآن كما تعلمين هناك انتخابات عديدة ليست فقط رئاسية. على أي حال كان لنا جولات، هذه الجولات في مراكز الاقتراع في التصويت المبكر والذي انتهى بالأمس. كان الرئيس السابق دونالد ترامب كان قد قام بجولات في هذه الولاية، خاصة في مدينة ديربورن، هذه المدينة الكبيرة والتي تكتظ بأصوات العرب والمسلمين حتى وأصوات المسيحيين العرب. هؤلاء جاء لهم وأكثر من مرة، وكان ذكيا في اختياره مندوب هو صهره موساد بولس، هذا الرجل الذي ذهب إلى كل الولايات ليخاطب العرب والمسلمين على الأخص، وهذا ما فعله هنا في ولاية ميشيغان، والذي جعله أيضا يتقرب من العرب وجعل هناك تأييدا من بعض العرب. لكن الإشكالية أن هناك تفتت في الجالية العربية بالنسبة للأصوات. هناك من لا يزال لا يقتنع بأن ترامب سوف يوفي بوعده، حيث أنهم قدموا له منذ حوالي 4 أيام قدموا له 5 مطالب. هذه المطالب تدور في مسألة القضاء على الحرب في غزة، القضاء على الحرب في أوكرانيا، مسألة أن يكون هناك من العرب والمسلمين في إدارته، بعض الموظفين في إدارته، أن يكون هناك يعني محاولة في التعليم، أن يكون هناك لحماية لأبناء الجالية العربية في المدارس والجامعات هنا في ولاية ميشيغان. ذهبت بعض الأصوات وتفتتت لصالح ترامب أو ضد ترامب، لكن هناك حزب الخضرة أيضا، هناك بعض من الكتلة العربية الموجودة هنا داليا تقول بأن الضمير العربي من حيث الحرب يعني الحادثة الآن في لبنان وكذلك في غزة، يريدون أن يعاقبوا الحزب الديمقراطي فيقومون بالتصويت حتى في التصويت المبكر إلى جيل ستاين التي تمثل حزب الخضر، وهي مرشحة حزب الخضر والتي تدعم كثيرا القضية الفلسطينية. هذا الوعي الذي شاهدته بعيني لم يكتمل على الاتفاق على اسم مرشح واحد قد يغير هذه الانتخابات.